أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من البرنامج البث المباشر ليكن نور صلاة إلى الرب أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة الموضوع كتير كتير مهم في هذه الحلقة رح نتكلم عن بعض أقوال المسيح أو أقوال عسرة الفهم فحتى لا يحرفها أي شخص أو غير العلماء فاليوم استعنا في شخص عالم راح يكلمنا في بعض هذه الاقوال. انا بدعوك انك تشاهد هذه الحلقه راح تكون سبب بركه لحياتك وكمان منفعه واستفاده روحيه ولا سيما عندما تسمع الاجابه على التساؤلات في هذه الحلقه. في البدايه راح نتناول بعض التساؤلات وبعد فترة بعد عشرين دقيقة بنحب نعطيك الفرصة إذا أنت عندك سؤال أو شيء عسر أنك تفهمه رح يكون الفرصة مفتوحة أمامك حتى ترسل بأسئلتك سأعود بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معي اهلا اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون ليكن نور على القناه الفضائيه قناه الحياه وحديثنا في هذه الحلقه عن بعض الاقوال عسره الفهم يسر ان نستضيف الى برنامج ليكن نور شخص معروف لدى جميعكم عزيز على قلوبنا جميعا رجل الله خادم الانجيل جاء من مصر اهلا وسهلا في الاخ يوسف رياض اهلا بك يا خنزار ربنا يباركك وشكرا كثير مره اخرى اخ يوسف رب في بعض الاقوال وبعض التساؤلات احنا يعني اخترنا فتره وجودك معنا في الاستوديو حتى تجيب على بعض هذه التساؤلات السؤال الاول راح اوجهه لك كلام المسيح عندما قال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب هذه الآية طبعا موجودة في بشارة متى في الإنجيل المقدس عن إيمان المرأة الكنعانية أو الفينيقية والآيات هي من آية 21 لآية 28 اللي بيقرأ هذه الكلمات لأول وهلة بيصطدم بكلام يسوع المسيح بيشعر انه كلام صعب ولربما جارح لهذه المراه الغير يهوديه امراه كنعانيه فشو ردك على هذا الموضوع؟ الحادثه دي زي ما تفضلت جت في انجيل متى 15 واحب اقول ان انجيل متى من اكثر الاناجيل انفتاحا على الامم بمعنى مع انه مكتوب لليهود لكن مثلا في اصحاح 2 تلاقي ان هيرودس الملك اراد ان يقتل الصبي يسوع، رؤساء الكهنه لم يعنهم اطلاقا ان يذهبوا لكي يسجدوا، لكن اللي سجد للمسيح ناس جايين من المشرق. لما نوصل لاخر الانجيل نلاقي المسيح بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. ومع ذلك هذا الانجيل له طابعه انه مكتوب لليهود. وفي الاصح بتاعنا اصح 15 هنلاقي مفارقه صارخه. الأعداد الأولى من هذا الأصحاح بنشوف رياء الكتبة والفرسيين يقول لنا أنهم جايين من أورشليم <applause> إلى الجليل يعني حوالي أكثر من 80 كيلو متر ماشيين علشان يعني يسألوا يسوع مش يسألوه أنت المسية إيه علامات المسية الحاجات المهمة لكن لماذا تلاميذك يأكلون بدون ما يغسلوا أيديهم كتقليد الشيوخ كل ما يعنيهم الغسلات الخارجيه والقلب فاسد فالرب تحدث اليهم عن نجاسه قلوبهم من الداخل من قلوب الناس تخرج افكار شريره زنا فسق الى اخره في هذا الجزء بقى اللي شفنا في اول الاصحاح رياء الكتبه والفرسين نشوف امانه وتقوى وايمان هذه المراه المحترمه لكن لان المسيح جاء للأمة لليهود للامه بلغه روميا 11 جاء خادما للختان لكي يثبت صدقه مع الاباء فلم يجبها في البدايه وهذا اعطى لها فرصه انه يظهر عظمه ايمانها لانها اصرت الكتاب يقول لنا انه لم يجبها بكلمه والتلاميذ قالوا له اصرفها لكن هي ظلت تصيح كما نفهم من إنجيل مرقس إنها ظلت تصيح وراءنا هنا بان نوع الإيمان وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله لكن المسيح مشى خطوة أبعد كمان حب يعرف هل هي مقتنعة بحكم الناموس عليها فعلينا قبل أن نتمتع بالنعمة النعمة اللي جت في المسيح أننا نخضع لحكم الناموس الناموس بموسى أعطي والمسيح لم يأتي لينقض الناموس بل ليثبت الناموس لكن بعد ما اقتنع بخرابي وفسادي نعمة ربنا مستعدة أنها تغفر وتبارك وتعطي لذلك قال المسيح لها حكم الناموس عليها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب بماذا أجابت هذه المرأة؟ لو ما عندهاش إيمان لما ما ردش عليها المسيح كانت مشت لو ما عندهاش تواضع لما استحملت مثل هذه الكلمة لكنها قالت نعم يا سيد والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها فبماذا أجابها المسيح يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين لقد امتحنتك في الإيمان والتواضع وجدت عندك إيمان وجدت عندك تواضع قبلت حكم الناموس عليك وإيه حكم الناموس علي وعليك أخ نزار كلنا أخطأنا ومن البطن سميت عاصيا لو جيت لربنا بقول له أنا كويس سأرفض من ربنا لكن م. لما أقول له اللهم ارحمني أنا الخاطي وأعترف بخطيتي وبعدم استحقاقي لأي شيء فإن الرب سيعطي ويبارك كما فعل ألا تعتقد أنه يمكن كان عندها ولو يعني بصيص من النور من خلال كلماتها ارحمني يا سيد يا ابن داود يعني هذه الكلمة يا ابن داود على ما يبدو أنه كان عندها نوع من الاستنارة ولو يمكن شيء بسيط أنه تعرف أنه يسوع هو ابن داود يعني بحسب النبوات برضو لو حبينا في سبيل المفارقة اليهود رفضوا أن يعترف بأنه ابن داود وهذه الكنعانية اعترفت به ابن داود لكن عايز أقول أن ابن داود لن يخلص امرأة كنعانية عشان كده في المرة الثانية قالت له يا سيد أعن وشالت ابن داود وفي الحقيقة المسيح كابن داود جاء لليهود لكن كابن الإنسان وكابن الله جاي يبارك كل إنسان لذلك كان عندها بصيص وكان عندها قبول وإيمان أعظم من إيمان اليهود عشان كده الرب قال عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين بس بعد ما تخلت عن ابن داود لأنه كابن داود لن يبارك الأممية لكنه سوف يدين الأممية لكن كابن الله اللي جاي مليان بالنعمة باركها وأعطاها ما تريد يعني كمان بلاحظ من خلال هذه الآيات يعني مش بس مدح إيمانها لكن في كلمات قالها لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة مع أنه الرسول يوحنا كتب البشير يوحنا كتب بعد سنين في الإنجيل المقدس إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل. أه تقبله فواضح أنه كان في عنده رسالة كان في عنده إرسالية أولا لشعب إسرائيل بالضبط وحتى في أصاح عشر من إنجيلنا إنجيل متى بيقول للتلاميذ في طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة السامرين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة الآن حضرتك ذكرتها في يوحنا واحد إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله ما وقفش عند كده وأما كل الذين قبلوه يهود وأمم سامريين أيا كان حتى كان كل الذين قبلوه وإحنا عايشين الآن في هذا العصر الزاهي اللي كل من يدعو باسم الرب يخلص من أي بقعة في الدنيا بدون ما أعرف مين ابوك ومن م. جدك ابدا لكن تدعو باسم الرب تخلص. طبعا احنا يعني ده انت تكلمت من ناحيه الناموس ونظره اليهود للامم لكن كون كون هذه الكلمات تخرج من الرب يسوع البعض كان صعب انه يستسيغ هذه الكلمات. اعتقد ان هل الناس كان بيكلم المراه ولا بيكلم التلاميذ في هذه الحاله؟ اعتقد هو طبعا بيكلمنا احنا كمان هو كلامه عام لكن اعتقد انه لن تاتينا بركه من عنده ما لم نقر بحالتنا يعني حالتنا حاله هذه المراه فعلا في نظر الناموس واحده من الكلاب دي نظره الناموس المسيح ما جاش ينقضه لكن جاء لكي يسمو عليه وكل من يعترف بذنبه وعدم استحقاقه ربنا هيديله فاللص على الصليب اللي تاب ما كانش يستحق ولا حاجه لكن ربنا له الفردوس في نفس اليوم الذي انتهى فيه من الارض كان مع المسيح في الفردوس وعلى اي حال يعني دايما اقول هذه العباره انظر الى نهايه القصه صحيح لو ما شفاها كان فعلا بيكون الامر عنصري محتقرها نعم لكن هو بالعكس ده امتدح نعم. عظيم ايمانك وشفى بنتها وشفت. من الارواح الشريره صحيح طيب اخذ سؤال ثاني اخي يوسف برضه كمان اقتباس من هو طبعا في اكثر من انجيل لكن خليني اخذه بحسب بشاره متى اصحاح 18 بشاره متى اصحاح 18 واقتبس الايه في ايه 18 ايه 6 ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر ويل للعالم من العثرات فلا بد أن تأتي العثرات ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة بعدين يكمل فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها والقها عنك خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان وإن أعثرتك عينك فاقلعها والقها عنك خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم في جهنم النار ولك عينا فطبعا السؤال مزدوج السؤال الأول بالنسبة للعثرة يعني الرب يسوع عم بيقول الشخص اللي بيعثر أفضل يحط حجر الرحى فعنقه يلقى في البحر العميق والشيء الثاني بيتكلم عن اذا في شيء بيعثرك اقطع فهل بيعنيها حرفيا ولا بيعطيها في رساله وراء هذه الكلمات اه يعني الموضوع واضح هنا العثره م. سواء واحد يعثر واحد او عضو من اعضاء يعثرني انا اذا الموضوع عثره لم يقل الرب ان علينا ان نمسك هذا الشخص المعثر ونرميه في البحر لكن بيقول خير له لو طوق عنقه بحجر راح واغرق في لجة البحر ده احسن له لانه في الحقيقه حينال عقاب اشد من ذلك في الحقيقه هو بيتكلم عن اعثار الصغار وما اسهل ان الواحد يعثر طفل صغير النهارده بيشددوا على التشيلدرن ابيوز يعني ممكن الواحد يضحك على عيل صغير بحاجه بسيطه قوي بسهوله جدا تقدر تضحك عليه لكن ربنا بيقول ان هذا الامر في موازين الله ثقيل جدا واذا كان يقصد الطفل حرفيا او على الارجح هنا يقصد الطفل روحيا برضو الطفل الصغير روحيا اللي عرف ربنا من فتره وجيزه ممكن يجي المعلمين الكذبه ويضحكوا عليه زي بالضبط ما بس من السهوله مم. نضحك على العيال الصغيرين. بيقصد يعثر اي يقود الى الخطيه؟ بالظبط يقود الى الهلاك. مم. يعني لو علمت مثلا ان ربنا رحمته كبيره وما حدش راح جهنم واعطيت بهذا ضمير متقصي ان الواحد يعمل خطيه دون ان يهمه فانا وديته جهنم. هذا الامر هو هيروح بذنبه لكن دمه سيطلب مني انا وعشان كده امر ثقيل جدا سهل قوي اه سهل قوي نتائجه مضمونه نتائجه مضمونه لكن حصاده رهيب الاجابه نعم حصاده مم. رهيب اذا الواحد يعثر حد من الصغيرين اللي مش فاهمين كلمه الله اقوده الى الضلال ده امر خطير ولذلك مسؤوليته خطيره جدا الى الدرجه اللي فيها المسيح بيقول ده انت لو طوقوا عنقك بحجر راحه واغرقت في لجه البحر افضل لك والارجح انه يقصد هنا البحر الميت الذي نظرا لملوحته الشديده صعب ان الواحد يغرق فيه مم. عشان كده ربنا بيقول تجيب حجر راحه وتربطه في عنقك عشان مم. تنزل ما تطلعش حجر راحه اللي هو الطحونة تبعت القمح حجر وزنه ثقيل جدا ثقيل جدا مم. آه. بحيث ان اللي ينزل ما يطلعش هذا افضل مليون مره من انك تعثر واحد من هؤلاء الصغار مع ان العمل سهل ونتائجه مضمونه لكن عقوباته رهيبه الكتاب يتكلم عن خصيان او ناس خصوا انفسهم اخذوها حرفيا وايضا هم بيتكلم عن ناس يعني التاريخ الكنيسي بيتكلم عن ناس عن اشخاص اللي قلعوا عيونهم لالا يعني يرتكب خطية مع أن الرب يسوع قال من فضلة القلب يتكلم اللسان أو من القلب الشرير من القلب تخرج الأفكار الشريرة شو ردك على الكلمات قطع اليد إيه الرجل قلع العين في الحقيقة واضح أن المسيح لم يكن يقصد المعنى الحرفي لأن أنا لو قلعت عيني اليمنى زي ما بيقول في مثلا في متى خمسة إن أعثرتك عينك اليمنى طب أنا هبص بالعين اليسرى طب ولو قلعت العينتين طب ما انا عندي خيالات ممكن تتخيل اكثر مما ارى بعيني اذا المسيح يقصد قطع الخطيه من منبعها من جذورها من جذورها لكن ليس معنى ذلك أني والا لو كنت كل عضو هيعصرني حشيله فحشيل عيني وبعدين هقطع ايدي وبعدين اقطع رجلي وبعدين لساني كمان هقطع لساني وبعدين وداني وفي النهايه هموت كلي وهذا في الحقيقة ما تم شرعا في صليب المسيح فأنا مش محتاج أعمله تاني لأن المسيح لما اتصلب هو ما اتصلبش لوحده لكن أنا اتصلبت مع المسيح صلبت في نظر الله كياني هذا انتهى لكن أنا لي عينتين بس من النهاردة وطالع مش هستعملهم في النظرات النجسة لكن عشان أخدم بهم ربنا عندي إيدين مش هستعملهم في السرقة مثلا لكن إني أعمل الصالح بيدي لأعطي م. من له احتياج إذا المسيحية لا تعلم بقطع أعضاء الجسد لكن بقطع الكيان الفاسد من الأساس م. فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها والقها عنك خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان ف... الحياه الابديه طبعا مش هيكون واحد اعور ولا اعرج بالزبط. ولا اكتع ولا بيكون شخص كامل لكن مع ذلك يقول المسيح لو هتدخل الحياه من غير ايدين من غير عينتين احسن لك 100 مره من انه يبقى ليك العينتين وتروح جهنم م. هذا كما ذكرت يفهم بمفهوم الروحي بمعنى ان النهارده الوسائل التكنولوجيه امدتنا ب بمجال لا يعني ملوش نهايه م. طب انا ممكن اكون معوق في نظر الناس الحديثين بس اروح السماء افضل من اني ابقى اب تو ديت في كل حاجه والاقي نفسي في النهايه مم. في جهه. طيب خليني بدي اخذ كمان سؤال من بشاره لوقا سؤال طبعا كثير الغير مسيحيين بصراحه عم بيسالوني هذا السؤال كاستنتاج او شفت الكتاب المقدس بيتكلم عن العنف عن شخصية يسوع المسيح في إنجيل لوقا إصحاح 19 آية 27 آية 27 الآية آية أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي هون يعني عم بيتكلم عن ذبح يعني في ناس تسمع كلمة ذبح ها ما المسيح بيذبح كمان في الوقت الحاضر بيذبح ولا في المستقبل؟ المث ده مثل مش كده؟ نعم والمثل معناه واضح عندما نقراه. انسان شريف الجنس سافر الى كوره بعيده يعني م. بيتكلم عن نفسه راح الى السماء م. و أ... ولما رجع بيسال عن ال ولما الوكان. رجع م. لما هيرجع المسيح هيرجع باعتباره الديان. في الوقت الحاضر عندما مضى الى السماء بعت الرسل بعتنا احنا نبشر ببشارة النعمه وده اللي احنا بنعمله بنقول لاشر خاطئ تعالى سيقبلك المسيح وتلاقي تلاحظ حضرتك انه في اول الاصحاح ده لقى 19 في قصه رائعه عن خلاص رئيس عشرين راجل يعني صعب جدا انه يخلص العشار فما بالك برئيس عشرين لك المسيح خلصه وبعدين بيقول لأن ابن الإنسان م. قد جاء لكي يطلب ويخلص, ويخلص ما, قد ما قد هلك حلو المسيح كمخلص حلو بس هو المسيح مخلص فقط ولا مخلص وديان م. ده ناس كتيرة بتنسى هذا الأمر وبعدين الآية اللي في الآخر دي اسبحوهم قدامي ده مش بتكلم عن النهاردة فالنهاردة المسيح ما بيسبحش حد بالعكس ده المسيح الدبح لأجلنا م. لأن المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا لا. يعني أنا بقول مش المسيح دبحني مع أن استحق الدبح لكن ده الدبح عشان يا حمل مذبوح عني لكن ماذا لمن يحتقر نعمة الله ويرفض التوبة ماذا الناس تتمنى أن المسيح يخلص ولا مش عايز يخلص سيبه براحته لا يا حبيبي هذا ليس إنجيل إن الإنجيل يعلم أنه اللي يآمن هيخلص واللي مش هيآمن سوف يدان سوف يمكث عليه غضب الله هذا هو الإنجيل مش م. إحنا اللي بنقوله من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن م. في المثل هنا يعني يدن جاب حكاية اذبحوهم قدامي نعم سوف يقوم المسيح بإدانة الأشرار ومن يظن بخلاف ذلك هو واهم المسيح اليوم مخلص وغدا ديان وعليك ان تختار تحب تقابل المخلص ولا تحب تقابل الديان طبعا هذا المثل على فكره حنتكلم عنه ان شاء الله في حلقه قادمه بعد يعني هيك اسابيع قليله لانه كمان في سؤال عن علمت اني صار رح نحكي عن هذا الموضوع لكن برضو كمان يسوع بيتكلم في اشياء اللي هي مفهومه في الكولتشر في تلك الايام صحيح. يعني عاده الملك اللي بينتصر بيضبح بيهلك الأعداء اللي أمامه صحيح. فبيتكلم كمثل بنفس كمثل. الصورة في نهاية الأيام إنه الناس اللي راح توقف أمامه الذين رفضوا مم. ملك المسيح مع إنه الفرصة مفتوحة لك إسا على فكرة الآن إن سمعتم صوته اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم لأنه في يوم من الأيام راح تواجه المسيح كديان مم. وكديان طبعاً شيء طبيعي بمفهوم العادات قديما هاتوهم اللي رفضوا انه املك عليهم اذبحوهم قدامي اقل واجب يعني, يعني هو في الحقيقه الذبح ده للاشرار الأرضية ده يعني لا وباكد صفه المسيح كديان يعني كديين. دي من خصوصيات بالزبط المسيح بالظبط هو مخلص في م. عدد عشرة وهو ديان في عدد 27 طيب خليني أخد كمان سؤال بعدين ممكن نفتح المجال للأسئلة في السؤال طبعا في إنجيل في إنجيل يوحنا لا آسف في إنجيل متى ويمكن كمان موجودة في إنجيل لوقا اللي المسيح بيقول جئت لا لألقي سلاما بل سيفا وفي لوقا بقول لألقي نارا في إنجيل متى إصحاح عشرة وفي انجيل لوقا اصحاح 12 ايش الرد على هذه الكلمات؟ اه لا تظنوا اني جئت لالقي سلاما على الارض ما جئت لالقي سلاما بل سيفا، دي بتعثر ناس كثيره هو المسيح مش رئيس السلام؟ الاجابه نعم هو م -م. رئيس السلام وبربطوها مع الايه اللي لما طلب انه اذا معك سيف او كذا آه، يعني. لا دي ما, 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 ما لهاش دخل قصه ثانيه ما لهاش دخل لهاش دخل بس, بس اللي بيربطوها بيربطوها بحبل مع حبل خايب ايوه ما لوش اي علاقه نفهم كل واحده على حده نفهم دي المسيح لما اتولد قالوا المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام اتى المسيح ولو كان المسيح قد قبل لك ارسى قواعد السلام وهو سياتي عن قريب وسيعم السلام كل الدنيا لكن النهارده لان المسيح رفض ولان المسيح لا يجبر احد لكن يعطي الفرصه لجميع البشر فماذا يحدث عندما يدخل الإيمان في بيت أو ده اللي قاله المسيح بعدها فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أم أمها والكنة ضد حماتها فبيقول لنا إن في بيت واحد هيبقى فيه خمسة وبعدين اتنين يقبلوا المسيح ماذا سيحدث من الثلاثة اللي رفضوا يقبلوا المسيح هيسيبوا الاتنين في حالهم يا ريت مش هيحصل وإحنا لغاية النهاردة بنسمع قصص لا أول لها ولا آخر عندما يدخل المسيح الى بيت ما كان يؤمن م. بالمسيح ماذا يحدث؟ بيحدث ان الاب ممكن يقتل ابنه نعم. او على الاقل يرى على بنشوفه في هالايام يا اخي بنشوفه يوسف. بكل وضوح يعني اذا ما قتلوش هو بيتقتل ابنه قدام م. عينيه م. واحد قال تعبير جميل قال إن المحبة العواطف الروابط الطبيعية من أقوى روابط في الدنيا، تعرفها الأرض يعني أبويا وابني وأخويا وأختي وأمي وبنتي دي أقوى الروابط الطبيعية لكن في حاجتين أقوى منها المحبة النازلة من السماء عندما تأتي المحبة وتسكن في القلب تجعل الإنسان زي ما المسيح قال من أحب أباً أو أماً اكثر مني م. فلا يستحقني م. مش معنى كده ان بكره ابويا ده انا بحب الاعداء yeah. مش هحب ابويا لكن مش هحب مش هفضله عن المسيح م. ثم في كراهيه طالعه من جهنم اقوى من الروابط الطبيعيه تخلي الاب يقتل ابنه م. والابن يقتل ابوه والبنت تقتل امها انها م. كراهيه المؤمن ما بيقتلش م. المؤمن ما بيعاديش لكنه يعادى واحيانا يقتل وقال المسيح هيجي وقت يظن فيه كل من يقتلكم انه يقدم خدمة, خدمة لله م. انه من اب هو ابليس القتال م. للناس من البدء وعلى فكره هذه الفكره اعداء الانسان اهل بيته او يفرق الانسان في بيته دي موجوده في الكتابات اليهوديه موجوده ميخا سبعه آه ايوه لا وكمان في في الكتابات, في الكتابات في الكتابات اليهوديه كنوع من yeah. المسية اللي, yeah. اللي لما بيجي راح يكون فصل سيف yeah. السيف, السيف راح ينضرب في نفس البيت شخص يؤمن وشخص راح يرفض في نفس البيت بيكلم اليهود زي ما حضرتك قلت لغايه النهارده احنا بنشوفها في ناس كتيرة دخل المسيح الى البيت الزوجه عايزه تسم جوزها وحطت السم في الاكل ليه <applause> بيحصل طب ولما بقول جئت لألقي نارًا ماذا لو لو اضطرمت يعني آه دي في لقاء اصحاح 12 12 في لقاء 12 بيقول الكلام ده جئت لألقي نارًا على الارض فماذا اريد لو اضطرمت لكي تكون اكثر وضوحًا وكم اود ان تكون قد اشتعلت يعني الرب جاي يلقي نار <applause> في الارض في الحقيقه النار اللي رماها المسيح على الارض نار المحبه يعني مثلا لما يقول لنا في سفر نشيد الانشاد المساء فهمه من كثيرين يقول كده لان المحبه قويه كالموت, كالموت الغيره قاسيه كالهاويه لهيبها لهيب نار لظى الرب يبقى إذن النار نار المحبه في الحاله لما حبينا المسيح حبينا يعني فوق الادراك وعشان كده ناس كثيره بتحب المسيح حبا لا اول له ولا اخر يعني هنا نار المحبه يعني الواحد أنا بحب الرب واحد قال إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم أمال ليه يا عم لكن أحبه أصله هو حبني أولا آه. هو اللي حبني أولا طيب رح نأخذ فاصل قصير أخي يوسف بعد إذنك رح نفتح المكالمات مع الإخوة المشاهدين بشجعك إذا عندك أي سؤال أي استفسار أي مداخلة الفرصة مفتوحة بعد إذنك أخي يوسف ويعني ابقوا معي رح نرجع بعد هذا الفاصل القصير. اهلا اعزائي المشاهدين معنا في الاستوديو الاخ يوسف رياض اذا في عندك اي سؤال اي مداخله طبعا ممكن توجهها يعني حديثنا كان عن بعض الاقوال العسره اخذنا كم سؤال من كلمه الله وفي حلقه اخرى بنعمه الرب راح اسال الاخ يوسف كمان مزيد من الاسئله راح تشوفوا هذه الحلقه المسجله خليني في البدايه ارحب بكل المشاهدين مره اخرى اذا عندك اي سؤال فيك تتواصل معنا الان خليني اخذ المكالمه الاولى من ضياء من كندا اهلا وسهلا اخ ضياء معنا على الهواء ضياء الاخ ضياء تفضل طيب مش مش عم بقدر اخذ المكالمه خليني اخذ لك كانت السكايب راح اخذ مكالمه على السكايب من الاخ وريث من الشرق الاوسط اهلا وسهلا اخ وريث تفضل اهلا اهلا وسهلا فيك اخي نزار كيف الحال الحمد لله اهلا بك يا اخ وريث انا فرحان انك بتتواصل معنا اهلا وسهلا فيك وحيا خادم الرب يوسف رياض انا عندي في الحقيقه عندي سؤال تفضل يا اخ مم. وريث اه عند الايه اللي في لوقا عندما قال اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم نعم فهل هنا في في هناك اعداء للمسيح يعني هل هو معاديهم هو يعني هو العدو لهم ام هم المعادين سؤال كثير حلو اخ وريث كالمعتاد تسال أوه. اسئله حلوه أوه. هذا السؤال الاول وفي نفس السؤال نفسه في نفس هذا وهل جاء للناس لناس معينين ام انه جاء لكل البشر دون تمييز اوكي. خليك معي اخ وريث حتى رد على السؤال الاول والسؤال الثاني اما اولئك اعدائي الذين لم يريدوا ان املك رفضوا ملك المسيح ف ائتوا بهم قدام واذبحوهم هل في اعداء للمسيح ام هم عادوا المسيح بالضبط يعني واضح ان المسيح لم يعادي احدا بالعكس احنا كنا اعداء في روميا اصحاح خمسه يقول صولا ان كنا ونحن اعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه. نعم. فالله رغم اننا عاديناه لكنه احببنا. نعم. يقولون لله ابعد عنا بمعرفه طرقك لا نصر دي العداوه جايه من ناحيه الانسان نحو الله. المسيح جاي يملك بالمحبه على البشر ويبارك البشر. قالوا شوف نطيق العمى ولا المسيح، لا مش نطيق العمى لان العمى برضه الواحد عايش، نطيق الموت ولا المسيح، نعم. بدليل. لما لهم عايزين باراباس ولا يسوع لا علاقة بين باراباس اللص القاتل وبين المسيح الذي يقيم الرميم م. ويعطي الحياة للأموات ومع ذلك اختاروا باراباس وطبعا هو السؤال نفسه يجيب على نفسه اللي رفضوا تمليك المسيح فهم بالزبط. اللي عادوا مثل ما بالزبط. واضح من الكلام يا اخواريث او كنه العداء ليسوع المسيح فبقول بصيغه الحديث أولا يعني اما هؤلاء اعدائي اقتوا بهم يعني اللي عادوه ايوه طيب السؤال الثاني هل جاء لناس معينه بيقصد طبعا خراف اسرائيل, بيت إسرائيل الضاله ولا هي رساله لكل الناس في الحقيقه يعني ابقى صادق عندما اقول انه جاء لخراف بيت اسرائيل الضاله في لؤى في متى عشرة وايضا في لؤى متى 15 وايضا في يوحنا واحد الى خاصته جاء وايضا في رومي اصح 11 برضه رومي 11 بنشوف فيه المسيح جاء خادما للختان يعني لليهود ومع ذلك المسيح كان يعرف مقدما ان اليهود سيرفضونه وبعد الصليب اتجه المسيح الى كل العالم فبزلتهم صار الخلاص للأمم م. لإغارتهم فبعد الصليب قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم م. في إنجيل مرقس 16 اذهبوا إلى العالم أجمع لكن حتى قبل الصليب المسيح تكلم عن إشارات كثيرة بالزبط. عن الغرض غرض قلبه بالزبط. أنه يعني خلاص العالم أجمع طب تمام يعني, يعني دي واضحة يعني. ولما مات على الصليب مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لله لأنفسهم نعم لأكل الجميع أخ وريث أنا عندي سؤال <applause> لك أنت معي على السكايب بعدك آه, آه نعم. نعم. آه طبعا أنت المرة اللي فاتت حكيت أنك أنت من خلفية آه إسلامية أنت لما قرأت الكتاب المقدس وأجيت عند بعض هذه الأسئلة آه آه. كيف أنت وصلت إلى حل أو استنتاج لتفسير هذه الآيات أنا طبعا لجأت إلى عدة تفاسير منهم ماكدونالد و... حلو. والقواميس لكن أنا أحب أن أسمع منكم بحيث أن يستفيد برضو الآخرين من السؤال اللي هو كان محيرني آه. و... آه. كشخص, آه. آه. كشخص من خلفية إسلامية أخواريث كشخص من خلفية إسلامية في اشكالات كثيره المسلم صعب يفهمها عن هويه او شخصيه المسيح اذا بجمله او اثنين شو اللي فعلا يعني خلاك انك تيجي لهذه الشخصيه الرائعه يسوع المسيح اه, آه. خلاني اجي هو طبعا التعاليم اللي... التعاليم السابقة التعاليم السابقة هي وضعتني في حيرة من أمري وفي ضيق وفي أشياء كثيرة يعني حسيت أن أنا أمشي في الطريق الخطأ لكن الله هو لما يريد الإنسان هو طبعا هو بيبحث عننا يبحث عن خلافه الضالة في كل مكان وبيعطينا نور لنشوفه مم. فانا ابتدات اقرا في في الكتاب المقدس بس بطريقه لم اكن افهمها طبعا انا اول ما قرات الكتاب المقدس ما بعرف ايش هو ايش العهد الجديد وايش العهد القديم فبدأت مم. امسك من البدايه لكن في بينما ابحث وقت واسال فالناس ارشدوني على أن الانجيل هو العهد الجديد. مم. كبداية دراستي أنك تحس مثلا في الأناجيل تحس أنه كلام الله متناسب لكن عندما نأتي إلى بعض جمل لم نفهمها مثلا زي كلمة كرازة ما, ما كنا نعرف إيش معنى كرازة يعني اصطلاحات كلمات واصطلاحات كانت شوي مبهمة بالنسبة لك بس واضح من كلامك أخ وريث يعني أنت شخص باحث أنت كنت تبحث ايه الحمد لله ولا زلت ابحث طيب اخ وريث يعني انا بشكرك من كل قلبي على المداخلات الحلوه وعلى الاسئله الحلوه كمان ربنا يباركك وانت كمان ارفعنا بصلواتك حبيبي امين ربنا يباركك ربنا يباركك شكرا جزيلا اي اضافه اخ يوسف؟ لا في الحقيقة هو المسيح فعلا كان يعرف النهاية من البداية لكنه أتى علشان يثبت يعني كان قصد مجيء ربنا قبل ما يدي الخلاص أن يثبت فشل الإنسان وكانت الأمة المختارة لكي يجرى عليها الفحوص والتجارب أمة إسرائيل مش لأنها أحسن ولا لأنها أوحش لكنها عينة عشوائية من العالم أجرى عليها التجارب فأثبتت التجارب فشلها، م. يعني إيه؟ يعني فشل البشرية، فشل لي أنا وأنت م. وكل المشاهدين لكي ما يعطي المسيح خلاصه لازم يكون عندي قناعة إن أنا من غير المسيح ما كنتش أقدر أخلص م. نفسي. والرب يسوع قال اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر بصحيح. فالغرض حتى ككنيسة أن احنا نكون ثمر بصحيح. ونكون نور لهذا العالم نفس الشيء بنفشل ككنيسة يعني إذا بس نسمى باسم المسيح ولكن فعليا احنا مش عم نعكس نور وشهادة المسيح في حياتنا صحيح خليني أخذ سؤال من ضياء مرة أخرى آه الاخ ضياء انت معنا على الهواء تفضل. نعم 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 معك. تفضل يا اخ ضياء، تفضل. سلام سلام, سلام المسيح معك. والسلام المسيح الاخ يوسف رياض. اهلا بك يا حبيبي. اهلا. انا اليوم كنت <تضع> عم اقرا بالاصحاح الخامس عشر وكنت اقرا الايه نفسها اللي تشرحوها بس البث يمي توقف البث القناه يعني في بس تشرح لي اذا في في تبع ليس حسن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب طيب حاضر حاضر يا اخ ضياء ابقى معنا راح اطلب من الاخ عارف. يوسف بشكل مختصر اللي هي الايه بتقول ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فهو يمكن على ما يعني. يبدو البث اتقطع شوي فعاوز يسمع الشرح البث عندي ما بعرف آه يعني لا ولا يهمك حبيبي تفضل هاي الاخ يوسف معك الناموس يحكم على هؤلاء الكنعانيين بانهم كلاب وفي الحقيقه الانسان البعيد عن الله هو فعلا كده وتحت لعنه كان الكنعانيين يعني. لو بصيت في اخر الكتاب المقدس اخر صفحه في الكتاب المقدس عدد 15 من رؤيا 22 اخر اصحاح لانه خارجا الكلاب يعني الكلاب اللي بنشوفها في الشارع ولا بنربيهم في البيوت لا مين الكلاب يقول السحرة والزنات والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا دول مكانهم فين خارجا يعني. وهنا اللي بيقول عنهم ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب اللي عايشين في النجاسه والشراسه والكذب وال... هؤلاء الكلاب ده حكم الناموسي عليه هل المسيح مستعد يوصل لواحد من هؤلاء لكي يخلصه الاجابه نعم ونعم المسيح مستعد يوصل لاخر مشوار اي واحد يحس بانه فعلا ما يستحقش فان المسيح سيعطيه كل ما يرغب طالما أنه مخلص في الطلب إحنا كلنا ما كناش نستحق لكن المسيح أدانا ونحن ده أعظم المولودين من النساء أنا ما استحقش أني أحمل حذاء شكرا كثير أخ يوسف كمان عاوز أكد لك يا أخ ضياء يعني لما بتقرأ هذه الآيات أنت أنظر إلى وجه يسوع أنظر إلى قلب يسوع كيف كان يتعامل وكيف كان ينظر للتلاميذ يمكن عم بعلمهم درس مهم كتير وبعدين انظر إلى نهاية القصة لو فعلا ما شفى الابنة اللي كانت مسكونة أو مجنونة مثل ما بيصفها الكتاب كان قلنا يمكن يكون في نوع من العنصرية لكن فعلا مدح إيمان هذه المرأة الكنعانية اللي هي مش من شعب الله أكثر من أي إيمان أخرى وعلى فكرة مدح مرة ثانية إيمان قائد مئة اللي كمان هم هواش من شعب الله مدح ايمان هذا الشخص العظيم. خليني اخذ مكالمة من عايشة من هولندا. تفضلي اخت عايشة اهلا وسهلا. أهل اسف وسهل اسيا اسيا دائما بلخبط باسمك يا اسيا. نعم مرحبا. اهلا أنا... وسهلا يا اخت اسيا تفضلي. اهلا وسهلا يا اخوي نزار شاهين واخوي العزيز يوسف رياض اهلا بك يا اخت ربي يباركك ربي يبارككم وربي يستخدمكم اكثر وربي يستخدم يوسف الرياض اكثر أمين. وربي يستخدم برنامج كل الكتاب مع أمين ضريب هذه الصلوات يعني من يقول. امين امين لاني انا شخصيا تعرفت مع ربي يسوع اشكر ربي يسوع لانه هو وحدوا أعلنوا ذات بي يعني ليس أحد يعرف الإبن إلا الأب ومن أراد الإبن أن يعلن له صحيح. في متى الإصحاح 11 27 يعني له. فهمت شلون فهميني نعم. <applause> 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 آه، أيوة أيوة تمام <applause> وبعدين طبعا تعاملت مع كنائس وصار في طبعا أنا أنا إنسانة وأنا عندي فلش يعني جسديا يعني فعرفت إنه ليش هذول يعملون هيك وليش يعملون هيك فبدأت أعرف من رب يسوع نفسه من خلال الكتاب المقدس لا تدين لكي تدان أوكي يا رب يسوع لا أدين لكي أدان شلون علمني وعرفني بس ما بدأت أتابع يوسف رياض حبيبي يوسف رياض ربي, ربي باركك. باركك. شكرا ربي باركك وربي بارك يوسف يعني عيال ضريف وصل هالمعلومة من عندي آه. يعني عرفت من عندكم كلمة الرب وليس من الكنائس يعني أنا كنت أروح الكنيسة يعني كنيسة آه الأرثوذكسية أنتِ مش هتتناولي عشان أنتِ إنجلية والإنجليين يقولون أنتِ آه يعني بس الرب يسوع أمين, آمين آمين لأنه هو عرفني ذاته <applause> وعرفت وبدات اترك الكنائس بين بنايات بنايات يعني <applause> فصرت اني اقعد وحدي اصلي والرب يسوع ما يعني كون انه اختي من ماليزيا ماليزيه هي آه هي كمان ما تروح الكنيسه بدانا نصلي مع بعض وكان مجموعه بالبيت مع بعض ونصلي <applause> الإنجيل حتى اليوم صلينا يعني يوميا كل الاثنين الاربعاء يا رب يسوع المسيح الحي واشكر كنت اسمع بالليل دائما يوسف رياض أش اسمع م. وبعدين شلون انا ما كنت اعرف متى المسكين بس بعدين بدات اشوف هذول اللي عارفين الكتاب م. المقدس يعني أه اخت اسيا أه لما بتقولي انه الرب اعلن لك انت اعلن لك انت شو كنت بالاول؟ اوكي انا كنت مسلمه طبعا امم مجدا للرب بعدين في ايوه يوم من الايام كنت اني ابغى احس اني ابغى اصلي اصلي يعني صلاه مم. يعني صلوات الاسلام فصليت وبعدين قلت يا رب يعني بدات اقرا القرآن ياسين والقران الكتاب المقدس وصلوات قلت يا رب انا ما افهمك انت ما افهم رحت جريت جريت بالجاري هنا بهولندا انا عايشه بهولندا انا ما اخاف انا اسمي اسيا بنت محمد بن عامر بن سيف المعماري خايفه رحت اجري ورجعت وبعدين فتحت التلفزيون ولا عندي قناه الحياه ولا عندي كتاب المقدس ولا عندي شيء كنت سي ان بي سي وبعدين يعني كان هذا الـ الـ الانسان يقول ما حد يعرف الأب يعني ما حد يعرف الإله إلا بالمسيح. سوري أقول لكم هالشيء وسوري على المسلمين اللي بيسمعوني أخذت القرآن ورميته بالزبالة. سوري يعني أنا آسفة بس هذا الشيء صار وحتى زوجي يعرف هالشيء. رميته بالزبالة حتى أولادي يعرفون هالشيء. قلت خلاص انا عرفتك وبكيت بكاء وبعدين طلبت الكنيسه يعمدوني قالوا طبعا انت ما تتعمدي بس الرب خطط الرب مشت تعمد لما تعمد شفت رؤية بعد المعمودية يا حبيبي يا نزار شاهين ويوسف رياض تعرف شفت شو؟ مم. شو شفتي؟ يا رب في لوقا 24 هكذا قد كتب وهكذا كان لابد أن يتألم المسيح ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث بعد المعمودية وأن يبشر باسمه بالتوبة وغفران قطي في جميع الأمم انطلاقا من أورشليم وأنتم أنا يعني أنا شخصيا شهودا على هذا الأمود وهنا سأرسل إليكم ما وعد به أبي ولكن في, في المدينة حتى إلبس قوة من الأعالي. آمين أخت آسيا. فضرت. والحين عرفت إني أنا أبشر لأني أنا الحين أتعامل مع اللاجئين وأتعامل مع الخلفين أخت آسيا. ربنا يباركك ربنا يباركك وفعلا شهادتك يعني عم بتعزي وعم بتشجع كثير من المشاهدين انا, أنا المشاهدي. أخلك حبيبي ربنا لا يباركك لا حبيبتنا واختنا ومنصلي لك ومن كمان ربنا يباركك وبليز دائما تواصل معنا يا اخت اسيا ربنا يباركك شكرا كثير انا حتواصل معكم الناس شاهين يوسف رياض حبيبي ويا ضريف وكل الكتاب امين ربنا يباركك ربي شكرا كلمة شكرا هو حي هو حي مش الكنائس امين, آمين الرب يسوع ربي آمين, ربنا امين ربنا يباركك يا اخت اسيا ومعنا احنا بنشجع الناس تروح على الكنيسه يا اخي يوسف ما يكونش عذر يعني انه ما تروح بس تروح تسمع كلمه الرب وأكيد في كنايس كثيره خلينا ناخذ مكالمه من مارينا من ليبيا اهلا وسهلا اخت مارينا تفضلي سلام المسيح سلام المسيح اهلا وسهلا اهلا بيك فيك يا تفضلي اختي انا نحكي مع القس يوسف رياض تحت امرك مع, مع العلم ان اول اول شيء سمعته عن عن المسيح بعد ما انا شفته هل قال المسيح انا هو الله امم ايوه هو كاتب كتاب الاخ يوسف عن الموضوع ده يا كان اول مره اسمع الكلام هذا بعد ما انا شفت المسيح لكن انا أه مداخلتي في الحقيقة أن أنا عندي سؤال حكم من حكم علي من المرشدة الروحية تبعي أنه هي في نظرها تحب أني أنا أكون بنت الرب مطيعة للرب يعني تحب أني أنا أكون كاملة بنت الرب حقيقة تحب تعلمني صح لكن بعد فترة تعبت معي كثير قررت إن هي تقطعني وتوقف كونتاكت معايا حسب كيف ما النبي صموئيل قطع يعني قطع شاول لأنه ما قطعش كلام الرب فأنا أشوف إنه هو حكم قاسي آه أنا أحب مم. أعرف التفسير من عندك اللي للحكم حكم. هذا لأنه آه ما أنا ما نجيبش طيب يا أخي مريم لكن بس آه آه إنه صعب شوية حكم مم. طيب أنا يعني خلينا على السريع لأنه نحن تقريباً في آخر الحلقة آه تفضل أخي يوسف بس أنا في نظري إنه ربنا ما بيقطع حد ولا بيرفض حد ولا ولا أي شيء أنا تأثرت بقصة جت في سفر أعمال الرسل أصحاح ثمانية. فيلبس المبشر بشر الوزير الحبشي. وطبعاً أكيد الوزير الحبشي حب يتمسك بفيلبس المبشر أطول مدة لأن ده الوسيلة اللي عرف منه الكتاب المقدس. لكن الكتاب يقول لنا بعد المعمودية خطف روح الرب فيلبس. وواحد علق أفتكر كامبل مورجن قال الحمد لله انه خطف في لوبس وما خطفش الكتاب بمعنى ان في لوبس يتعوض ربنا عنده قطار في لوبس اختفى في لوبس ادى خدمته لكن الكتاب المقدس لو كانت خطف من ايديه كان هيعمل ايه مم. استودعكم يا اخوتي لله ولكلمه نعمتي احنا مم. معانا الكتاب المقدس وده اللي اساس ايماننا وليس البشر لان البشر لو ما سابوناش هنسيبهم وهم في مم. النهايه كلهم بشر أكيد وأنا بصلي من أجلك يا أخت مارينا يعني أنا ما بعرف طبعا كل الظرف اللي أنت مريت فيه مع المرشدة الروحية بس أنا عاوز أقول لك أنه القصة اللي في العهد القديم تختلف كليا يعني كان في أمر إلهي لشاول أنه لازم كان يطيع وشاول لم يطع يعني كلام الرب على فم النبي صموئيل والرب رفض شاول لأنه شاول رفض الرب لكن الرب يسوع ما بيرفض أي إنسان أنت بنته إذا أنت أمنت وأنت من ليبيا من خلفية إسلامي أنت بنته بس اقري مثل ما الأخ يوسف كلمة الله تشجع بكلمة الرب وكلمة الله هي اللي بتبني وبتعز وبتشجع وبتقوي وأنا بنصحك أنك تستمر في كلمة ربنا أنا عارف أنه في كان كثير قس نزار لكن فعلا هو مرات احنا يصير عندنا تقصير في قراءه مقدس صح في بدايه الايمان نجي مشتاقين وعطشانين نحب نقرا شنو هذا الكلام بس بعدين ساعات يحصل برد روحي مم. يعني نتمنى انه ان الرب يعديني من هذه المرحله آمين. وبعدين بس عندي رد واحد يعني انا اعتقد انه الرب يسوع مره لما لما كان جت المراه الخاطئه وكانوا كلهم يحبوا يرجموها فقال لهم من منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحاجه عشان. فانا احس نفسي لا انا شاول ولا ولا المرشده ان هي راح تكون نبي صموئيل مهما كانت احنا انت صلي اخت اختي صلي وباركي مم. باركي اختك وسامحي واغفري وبعدين هي هاي نعمه الرب احنا كلنا محتاجين نعمه الرب كل يوم كل يوم كل يوم ربنا يباركك وربنا يحميك ويبارك حياتك الاخ ضياء رجع اتصل مره ثانيه يمكن عنده سؤال تفضل اخ من فضلك بسرعه عشان الوقت تفضل اخ ضياء انت معنا على الهواء اخ ضياء أه طيب أه خليني اجرب كمان مره الاخ ضياء انت معنا على الهواء على ما يبدو يمكن مش عارف وين موجود الكونكشن مش عم بيمسك مع الأخضية لكن ارجع اتواصل معنا مرة أخرى يا أخضية أنا عارف أنه في كمان أحبة من الجزائر كانوا بيحاولوا يتصلوا أنا آسف إذا في هاي اللحظة ممكن تتواصل ممكن نأخذ المكالمة لكن خلينا أخذ مكالمة من أبو مهند حبيبنا من الأردن اه تفضل ابو مهند اه تفضل بالمداخله ابو مهند تفضل مساء النور مساء الخير تفضل ابو مهند الصوت مش واضح ابو مهند ابو مهند مش عم بسمع ابو مهند اهلا وسهلا فيك أبو مهند أنا آسف الخط فعلا عم بينقطع كليا طيب أبو مهند أنا بعتذر جدا لأنه مش عم بسمع خالص المكالمة ربنا يباركك والأحبة بعتذر لكل الإخوة والأخوات اللي كانوا بحاولوا يتواصلوا نعرف كانوا يفوتوا ويطلعوا لكن من فضلك يعني ارجع تواصل اذا مش اليوم في حلقات قادمه احنا بنحب اه نسمع منك اكيد عندك سؤال اه كنت بتحب تساله اه طبعا اخي يوسف يعني الصعب في برنامج هيك سريع على بث مباشر نغطي التساؤلات الكتير راح يكون في حلقه اخرى اللي بنسال فيها اسئله كثير في الصدد في ختام هالحلقه يمكن قدامنا شيء دقيقتين يعني كل هاي التساؤلات اللي انت بتسمعها كخادم عبر السنين لو تحطها في قالب واحد وفي صيغة واحدة إيه اللي ممكن عاوز تحكي أو تجاوب كل المتسائلين يعني أنصح أولا بالإخلاص أن يتوفر الإخلاص لأن ربنا مش هيعلم فكره أبدا لواحد ليس عنده إخلاص الحاجة الثانية عندما تستشكل أمامك صعوبة حقيقية لا تتوقف استمر في القراءة فستجد الاجابه ربما بعد سطور قليله يعني احيانا الايه بتبقى صعبه ولما بمشي في ثلاث اربع ايات بعديها بلاقي حلها جه اذا علينا ان لا نتوقف علينا ان نتحلى بالاخلاص فالله لن يعلم فكره لشخص يعني عاوز يثبت فكره عنده فربنا انا العماه لان هذا يخفى عليهم بارادتهم خليهم مم. لكن المخلص ربنا لابد لابد مم. اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال اللي جايين بروح الطفوله الطفل قد ايه بيصدق ابوه مهما قال له مم. لانه لا يمكن ان ابوه يكذب وكذلك الله لا يمكن انه يكذب اخي يوسف شكرا جزيلا والرب يباركك عاوز اردد بس الأخت اللي اتصلت وقالت أنه بإعلان إن أراد الإبن أن يعلن قال يسوع لبطرس طوبى لك يا سمعان بن يون إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات صلي يمكن عندك تساؤلات صلي قل له يا رب اعلن اكشف عن عيني اعلن لي انر ذهني عقلي قلبي افتح عيني حتى اشوف النور حتى اشوف الحقيقه وصدقني اذا بتصلي هاي الصلاه من قلبك مش ممكن الرب يترك اي انسان بيطلبه باخلاص اي انسان بيطلب الرب الرب رح يجاوب عليه ورح يجيك في وقتك انت وفي ظرفك انت الان الرب بحبك اطلبه باخلاص والرب رح يجاوب على تساؤلاتك هو يعني إله كل نعمة إله كل بركة وعلى فكرة يعني إحنا ناس اختبرنا نعمة المسيح لا في واحد أفضل ولا في واحد أحسن ولا في شخص متميز هي نعمة الرب اللي بتلمس كل نوعيات الناس من المتدينين للأبرار في, في أنفسهم لا حتى المجرمين حتى أخطى الخطاة المسيح يحب الجميع بنشوف يعني نوعيات الناس اللي بتتواصل معنا من خلفيات إسلامية من كل نوعيات الناس اللي نعمة الرب تلامست معها نعمة الرب تلامست معي وغيرتني ولمستني وعملت شيء في حياتي اللي خلتني أتغير تغيير جذري إنه أحب الرب وأطلب الرب وفعلا يعني أحاول أن أعيش من أجل الرب بنعمته وبقوة حضوره الرب يحبك اطلبه رح يجيك اليوم هو اللي بيسمع هو اللي ببارك وهو اللي بيستجيب دعائك الى اللقاء